بص هو فعليا يعني احنا لو فكرنا يعني كلنا مختلفين وطلبات مختلفة وكده، بس هو فعليا احنا كناس بنشتري سواء من التجارة العامة او التجارة الالكترونية حوالين العالم كله، احنا عايزين نفس الحاجة، احنا عايزين اكبر عدد منتجات نختار منها، عايزين احسن اسعار وعايزين الحاجة توصل بسرعة. ففعليا لو خدنا المبادئ دي، ويمكن يعني ردا على سؤال هيكا بالنسبة للمنافسة وكده، يمكن اكبر مشكلة لما الواحد يبتدي يفكر في المنافسة كتير. يعني انت احنا المبدأ بتاعنا ان احنا بنفكر في العملة، فلما تيجي تبني على العملة كل حاجة تانية لازم تبقى باصص عليها طبعا، مش بستقل بالمبدأ ده، بس لو انت مركز على ده خلاص انت عارف طريقك فين. فلما خدنا الفكر بتاعنا وقلنا هناخد كل الخبرات بتاعت امازون ونبنيها هنا في مصر، ولسه طبعا بنحاول فيها، لقينا ان هو لو ركزنا على الثلاث عوامل الاساسيين دول كل يوم تصحى، هل بتقدم احسن اسعار ولا لا؟ طب لا يبقى ممكن تعمل ايه؟ دي مهمه قوي في ظل الاسعار، ما هي طالعه نازله، اكيد طبعا اكيد ما تعرفش بكره بكام، امبارح اكيد. ودي يمكن من الاسباب بقى، انواع بقى الاستثمارات، ردا بقى للسؤال اللي هو بتعمل ايه مختلف. طب احنا لو عارفين ان الاوضاع بالمنظر ده ليكن الاقتصاد متاثر، هو متاثر في العالم كله بس طبعا يمكن في مصر بشكل اكتر شويه، طب ايه الاستعدادات اللي ممكن تعملها بحيث ان انت العملاء يبقوا عندهم ثقه فيك ان انت موجود في ظهرهم وقت ما يحتاجوك. فلو قادر تعمل استثمارات زياده وتضمن الحاجه بحيث ان انت تقدر توفرها بالاسعار اللي هي اللي انت شاري بيها، بدل ما تفكر تفكير اللي هو يعني عندنا يمكن التفكير الفرق اللي هو اللي بيسموه الشورت تيرم، ان لا انا اكسب النهارده ومش تفرق وتوظف بكره. بالظبط كده، ده بيبقى تفكير غلط للاسف، لانه هتكسب النهارده فعليا، بس انا هفتكر لك ان انت ما كنتش واقف معايا ساعتها. صحيح. بس انت لو مديني الاسعار اللي هي منافسه وفي نفس الوقت يعني صح بالنسبه للبلد، هفتكرها لك كمان سنتين لا ثلاثه. عمر انا ضامنك، يعني ده اللي بنحاول نوصله، اطمئنان ان انا مادام داخله على امازون انا هاخد ذا بيست برايس اللي موجود في الفيل ده والكواليتي. هو ده بالظبط اللي بنحاول نركز عليه، لان هو لو كسبنا ثقه العميل، ما اصل الثقه دي يعني بتاخد فتره ان هي تتبني. يعني بص حضرتك، يعني اعتقد سبيشالي اونلاين، اونلاين في اي حاجه في الحياه، حتى في علاقه ما لو فكرنا فيها، بس هو اكيد طبعا يعني اونلاين لو بشتري حاجه ومش قادر امسكها فبتبقى صعب عليا شويه، فهجرب اول مره، هجرب تاني مره، تالت مره، بس هيبقى كذا مره عشان اكسب الثقه دي، بس ممكن اخسر الثقه دي في لحظه. فلازم ان هي الموضوع ده يعني مش بس ان يبقى المبدا صح، بس يبقى مستديم، يبقى كونسيستنت يعني على طول.